أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية في برنامجنا فاحصين الكتب. لازلنا بندرس إنجيل يوحنا، وصلنا اليوم إلى أصحاح 8. أدعوك تجيب كتابك المقدس جنبك واتبعنا عشان البركة تكون أكثر ما يمكن ليك. الأول دعني أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخي يوسف رياض أهلا وسهلا. أهلا بك. أخ عياز ظريف أهلا بك. أهلا. أخي إلي عيسى أهلا بك. أخ عادل حبيب أهلا بك. أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا: هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. أخي يوسف، على أعتاب أصحاح جديد عايزين نقول ملخصه في إيه؟ هو الموضوع بتاع أصحاح 8 مش كبير، ينقسم تقريبا إلى فكرتين. الفكرة الأولى الحادثة الشهيرة جدا عندما قدموا للمسيح امرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وقالوا له موسى قال إنها تترجم، ماذا تقول أنت؟ بقية الأصحاح حديث متبادل بين المسيح واليهود، لكن يميز هذا الحديث أمرين: أنه يمكن في كل إنجيل يوحنا ما فضحش شرهم وأدانهم كما حدث في هذا الأصحاح، والحاجة الثانية أنه لم يتحدث عن مجده بصورة واضحة كما تحدث في هذا الأصحاح. وكانت النتيجة في آخر الأصحاح أن أولئك الذين لم يستطيعوا أن يرجموا الزانية رفعوا حجارة لكي يرجموا ابن الله الرب يسوع المسيح، فاجتاز في وسطهم ومضى. للربط ما بين الأصحاح اللي فات، اتختم بأنه بعد المناقشة الطويلة مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. ما العلاقة أخي يوسف ما بين أن يسوع مضى إلى جبل الزيتون بما قبل وما بعد، يعني بأصحاح 7 وأصحاح 8؟ العلاقة جميلة ووثيقة، بس قبل ما أشرحها هقرأ آية جت في إنجيل لوقا أصحاح 21 بتوصف لنا الأحداث بتاعت الأسبوع الأخير تقريبا من حياة المسيح، ويبدو أن ده كان دأب المسيح، لأن هنا ده مش في الأسبوع الأخير في أصحاح 8 من إنجيل يوحنا، لكن هنا الأسبوع الأخير من حياة المسيح. بيقول في عدد 37 من لوقا 21: كان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوا. وعلى قدر ما نعلم من كلمة الله الكتاب المقدس، لم يبت المسيح إطلاقا في مدينة أورشليم، ما نقراش ولا مرة. نقرأ أنه راح إلى بيت عني، نقرأ أنه راح لجبل الزيتون لما كان في أورشليم، لكن ولا مرة نقرأ أنه بات في مدينة أورشليم. وربما ده أيضا يأخذني إلى آية، وبعدين أدخل إلى السؤال بتاع حضرتك. إشعياء أصحاح 1 نقرأ مرثات النبي إشعياء كأنه يرفع مرثات: كيف صارت القرية الأمينة زانية؟ وإحنا هنقرأ هنا عن الزنا، واحدة أمسكت في ذات الفعل بس ما جابوش الراجل، جابوا الست بس. كيف صارت القرية الأمينة زانية ملآنة حقا، كان العدل يبيت فيها، وأما الآن فالقاتلون. وده نشوفه في ختام الأصحاح اللي فات. يبقى في آخر الأصحاح اللي فات نشوف قاتلين، في أول الأصحاح بتاعنا نشوف زنات. أين المسيح؟ لم يبت في هذه المدينة وهو يرثيها. ما الآن حقا كان العدل يبيت فيها، أما الآن فالقاتلون، أما الآن فالزنات. عايز أقرأ كمان آيتين بيربطولنا نفس الفكرة اللي أنا قلتها دلوقتي، تربط أصحاح العدد الأول اللي احنا قريناه بما قبله وبما بعده.
في إرميا أصح 9. إرميا ده النبي الباكي، بيسموه النبي الباكي لأنه كان كثير البكاء على حال أورشليم. فيقول في إرميا 9: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. وزي ما إرميا كان رجل الدموع والبكاء، كان يسوع، كان الرب يسوع له كل المجد رجل الدموع والبكاء. وعلشان كده لما بيسأل التلاميذ الناس بتقول عني ايه، قالوا له بيقولوا عنك انك إرميا، نظرا للتشابه انك كثير البكاء على حال الأمة نظير إرميا. بس اسمع بقى بعد كده: يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جماعة زنات، جماعة خائنين، يمدون ألسنتهم كقصيهم للكذب، لا للحق قو في الأرض. يعني برضو نشوف إن فيه زنا وخيانة وفي كذب وقتل. ما قبل هذه الآية نشوف القتل والكذب، وما بعد هذه الآية نجد الخيانة والزنا. كمان آية أخيرة أقولها في إرميا أصحاح 14 الآية 8. هنا إرميا بقى مش بيتمنى لنفسه شيء، لكنه يخاطب ويناجي المخلص اللي هو المسيح: يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق، لماذا تكون كغريب في الأرض وكمسافر يميل ليبيت؟ نظرا لشرهم اللي بان في آخر الأصحاح وشرهم اللي حيبان في أول الأصحاح الثاني، المسيح ترك المدينة. لكن هذا يأخذني أيضا إلى فكرة أخرى: ولا حد فتح بيته للمسيح، ولا حد قال له تفضل عندنا. يا للعجب، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ولا واحد في مدينة أورشليم يقول له تفضل عندنا، ولا واحد. بكل أسف، على قد ما أنا متأسف من الفكرة الأخيرة، لكن مبسوط قوي من الرابطة اللي بتقول إن ده مش أي كتاب، اللي ماشي من أوله لآخره، يعني بيدي خط الخط الحتة الحتة، هو ده كتاب الله. تمام، ألقط حتة من كلام الأخ يوسف أخ عياد وأسألك سؤال. يعني هو قال في معرض كلامه إنهم جابوا ست ومسكت في ذات الفعل، يعني وهي بتزني، يعني الست والراجل موجودين بس جابوا الست بس، ايه هو ده بالظبط؟ وده يعني الورطه اللي هما وقعوا فيها، لانه يعني بحسب سفر اللاويين اصحاح 20 وحسب سفر التثنيه اصحاح 22، المفروض الشريعه تقول اذا في حاله زي كده لازم يحضر المراه والرجل علشان ينفذ فيهم حكم الاعدام او القتل يعني. لكن من الواضح ان كلمه امسكت وهي تزني، الفعل ده يستخدم على ان امسكت وهي في ذات الفعل، يعني وهي متلبسه. من الواضح ان هما كانوا متفقين، يمكن كانوا متفقين مع الراجل ان هو يعني هيطلقوه حرا علشان يكون الست طعم للمسيح علشان يصطادوه بالموضوع ده. فهم قاصدين الموضوع، يعني هي لعبه وحبكينها علشان يصطادوا المسيح، لكن قبل ما يصطادوه هو اصطادهم الحقيقه وبدا يعني ينحني على الارض. وهنعرف في الفقره اللي جايه عمل ايه لما انحنى على الارض. يعني لو كان كلامك صحيح وهو كذلك بكل يقين، يا لا سوء نواياهم ويا لشر قلبهم. بالظبط، يعني يمثلوا عملية زنا تغضب الله علشان يوقعوا شرك لمسيح. وده مجموع يا أخي يوسف، يعني مش فرد اللي راح قبض عليه، ده الجماعة اللي جايبينها مجموع. فلت منهم الراجل ازاي؟ البعض بيعتقد انه كان واحد منهم الرجل الذي زنا، وفي الحالة دي تبقى عملية المعيارين كمان. بالزبط. مش بس تمثيليه، لكن انا عندي اعمل الغلط، ما دام انت مننا اعمل الغلط، مفيش مشكله وهفوتها لك وحبيبك يبلع لك الظل. وبرضه هيحطوه في مواجهه ناموس موسى. تمام. الناموس بيقول كذا وانت هتعمل ايه؟ نفس الارهاب الديني. انسانيا ليا الحبكه بتاعه الصيده اللي جايين يصطادوا بيها الرب، حاشا طبعا يصطادوه، بس هم انسانيا جايين حبكينها حبكه ما بعدهاش حبكه. تمام، احكي لنا ازاي حبكوها. ما هم حطوها في موضوع في منتهى الخطورة، زي ما سمعنا موضوع الدين. الناموس يقول مثل هذه ترجم، انت ماذا تقول؟ وكأنهم بيقولوا احنا نصبنا الفخ، وبحسب الاعتقاد بتاع العقل السقيم بتاع كل واحد فيهم ان مش ممكن
الرب يعرف يطلع من الفخ ده. ليه؟ هم تصوروا ان في امرين لا ثالث لهم، يا اما ان هو يقول ترجم ويبقى بكده هو ما جاش بنعمه ولا برحمه، امال انت ازاي وشهروا بيه، امال انت ازاي مملوء نعمه وحق، يا اما يقول تطلق، وطبعا يبقى بالصوره دي كسر ناموس موسى، بيستخدموا بقى الدين زي ما كنا بنسمع في ان هيجوا عليه الناس، تعالوا شوفوا واحد كسر ناموس موسى. يعني هم داخلين عليه واكلينه واكلينه، بس هو الاخذ الحكماء بمكره، صحيح بمكره، ما يقدروش يقفوا معاه. حاش اخ عادل اسال سؤال، الرب مرتين يتقال عنه انه كان بيكتب، ماذا كان يكتب؟ في الحقيقه البعض بيرجح انه في المره الاولى لما كتب، كتب اسماء الموجودين امامه، وهو بالتاكيد يعرفهم كلهم باسمائهم، لكن الجميل ان اسماء المؤمنين تكتب في سفر الحياه، لكن الخاطئ البعيد عن الله لا يستحق الا ان تكتب اسماؤه في التراب. يقول الحائدون عني في التراب، الحائدون عني في التراب يكتبون. ويقال ان في المره الثانيه لما كتب، كتب خطاياهم، وطبعا ده شيء مش غريب او صعب على اللي فاحص القلوب ومختبر الكلى، اللي بيقول للشرير في مزمور 50 من اجل ذلك اوبخك واصف خطاياك امام عينيك. فالمرجح ان في المره الاولى كتب اسمائهم، وفي المره الثانيه كتب خطاياهم. يعني انا عندي تعليق ثاني اضافه لكلام الاخ عادل، انه قد يكون فعلا في المره الاولى كتب لهم الشاهد اللي بيقول يقتل الزاني والزانيه الوارد في لويين 20، لكن كمان من خلال الفعل نفسه، الفعل اليوناني اللي هو يكتب ده، يكتب دي جت مره واحده في العهد الجديد عن الرب. كلمة يكتب اللي هي جرافو، لكن استخدامها هنا في ذات الموقف ده مستخدم فعل تاني اسمه كاتاجرافو، فيكتب بس جرافو. كاتاجرافو يعني يكتب قائمة اتهام، أو يعمل محضر، يعني يثبت فيه حالة اتهام. وده اللي يخليني يعني أصدق أنه ليه بعد كده هما بدأوا ضمائرهم تبكتهم. طب تبكتهم على إيه؟ كل واحد فيهم بدأ يشوف خطيته واضحة، فالأرجح أنه بدأ يكتب لكل واحد خطيته كأنها قائمة اتهام. ودي ذات الكلمة اللي قال عنها أيوب في أيوب 13، لأنك كتبت علي أمورا مرة، برضو كتبت، هو ذات الكلمة كاتاجرافو، علي اتهامات مرة. فقد يكون أن الرب فعلا كتب خطاياهم، عشان كده بدأت ضمائرهم تبكتهم. الكتبة هم خلفاء عزرا الذي كان كاتب ماهر في شريعة موسى، وكانت وظيفتهم نسخ الكتب المقدسة وتفسيرها، فكانوا علماء الشعب ومعلميه، وهم الذين أنشأوا خدمة المجامع، وكان البعض منهم أعضاء في السنهدرين، وكان أكثرهم من طائفة الفريسيين. وبالنسبة إلى تمسكهم بالناموس دعوا أيضا ناموسيين. وقد زادت أهميتهم لأنهم سجلوا التقاليد الشفوية التي كانت تعتبر عند اليهود في مقام الناموس المكتوب، كما حافظوا على الأسفار المقدسة التي استؤمنوا عليها. وكانوا ينتظرون من تلاميذهم أن يحترموهم أكثر من احترامهم لوالديهم، وكانوا يلبسون ثياباً خاصة تسمى الطيالسة، ويعرضون عصائبهم، ويعظمون أهداب ثيابهم، مما كان يجعل تمييزهم واضحاً ليقدم لهم الناس التحيات اللائقة. وقد لعب الكتبة دوراً بارزاً في أثناء خدمة الرب يسوع باعتبارهم المدافعين عن شريعة موسى، لذلك كثيراً ما كانوا يقاومون المسيح لزعمهم أنه يخالف ناموس موسى ولانفتاحه على الخطاة والعشرين والمنبوذين. علاوة على شهرته المتصاعدة بين الشعب مما كان يهدد سلطانه، ولا شك في أنه كان من دوافع عدائهم له تنديده بريائهم وادعائهم، وفي توبيخه لهم بسبب حب التظاهر والتعالي على الشعب. وبينما كانوا يبدون للناس أبراراً مقدسين، كانوا في الداخل فاسدين تماماً، كما هاجم المسيح تقاليدهم التي فرضوها على الناس من دون أن يكون الله قد شرعها في ناموسه.
ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. وصلنا القول شهير جدا لازال إلى النهاردة بيستخدم حتى يعني بره الحدود الروحية، يعني كمبدأ، وبصراحة هو مبدأ يعني قابل للتطبيق بمنتهى القوة والحكمة. لما قال الرب كده بالقول الرائع دوت، قال كده: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. خلية علق لنا على هذا القول العظيم. برضو أنا شايف أن الكلام ده يدل دليل قاطع على سلطان الرب يسوع المسيح اللي يظهر لاهوته. اللي يقول الكلام ده لازم واحد يبقى عنده سلطان، كاشف حال الكل وعارف حال الكل، وزي ما نشوف بعد شوية واحد قدوس مفيش عليه أي لائمة. لما الرب بيقول لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، أنا متهيألي كأنه عايز يقول: طب يا جماعة يعني وضحولي مين يدين مين؟ مين يدين مين؟ أنا بس عايز، أنتوا نفسكم في تطبيق الشريعة، أنا مش ضد تطبيق الشريعة، بس وروني الشريعة دي اللي عايز يطبقها ده يبقى شكله إيه؟ أي واحد فيكم بلا خطية، أو زي ما بيقولوا أحياناً إن ترجمتها الأصلية بلا هذه الخطية، ربما يكونوا في ذات الفعل هم واجعين في نفس الخطية، من منكم بلا هذه الخطية يتقدم أولاً ويرميها بأول حجر. فأنا أعتقد إن الكلام هنا واضح جداً إن مفيش واحد فيهم يجرؤ إن في حضرة كاشف القلوب وعارف الأسرار يتقدم ليدين هذه المرأة. بس أتمنى إن ما يتفهمش الكلام ده غلط، لأن أحياناً برضو المبدأ اللي حضرتك ابتديت بيه الكلام ده يطبق تطبيق خاطئ. ناس يقول لك: أهو ما هو يعني مين بلا خطية؟ هل ده معنى إن مدام ما فيش حد بلا خطية يعني الواحد يستبيح ويفعل زي ما هو عايز ويدين الآخرين ويسيب نفسه؟ لا طبعاً، المبدأ ما يتطبقش بهذه الصورة. لازم نعرف إن في دينونة لكل خطية، وإن الله لا يمكن أن يتساهل مع الشر. أخي يوسف، يعني وقفت عند كلمة تكررت مرتين في الحدث دوت، ولأني من المؤمنين بأن مفيش كلمة كتبت في الكتاب وخلاص، نفسي نقف عندها. الكلمة دي يتقال عن الرب يسوع أنه انحنى. أيوة، في عدد 6. تمام. وبعدين في عدد 8. مظبوط. ثم انحنى إلى أسفل، ثم انحنى أيضا إلى أسفل، وفي المرتين كان يكتب على الأرض. اللي قالوه الإخوة أنا مبسوط منه، بس عندي فكرة تانية. وأنا بتشجع لما الكتاب كونه مقالش بيدي للمفسرين حرية، مساحة، طالما لن نخرج عن روح الكتاب ولن نصطدم مع أي فكر في الكتاب. لما انحنى المرة الأولى في انحناء عظيمة جدا جدا من العالي السامي، انحنى وصل إلى الأرض، ده انحناء، أخلى نفسه آخذ من صورة عبد صائرا في شبه الناس، ده انحناء. لكن يقول لنا إنه انحنى كمان تاني، يبقى بعد ما وصل للأرض هو حينزل إيه تاني؟ لا، إلى تراب الموت تضعني، إلى أقسام الأرض السفلى، عندما ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. ده تواضع، ده انحناء، ما كان مجبرا على ذلك، لكنه انحنى بمطلق إرادته، انحنى إلى أسفل.
ثم برضو بمطلق إرادته انحنى إلى الأسماء، أخلى نفسه، وإذ وجد في لائك إنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وفي المرتين كان بيكتب، لما انحنى وبقي إنسان كان يكتب. يكتب إيه؟ كان بيكتب أروع أروع قصة في الوجود والخلود. كان بيكتب زي ما بتقول الترتيلة: أعد علي حديث الفادي الحبيب المجيدي عن حبه وفداه لكل خاطٍ أثيمي، وعن حنو ورفق بكل عان سقيمي، عن كل قول وفعل وكل خير عميمي. قد إيه جال، قد إيه تعب، قد إيه خدم، قد إيه تقابل مع ناس زي دول وأطلقها براء. الست دي أنا مش عارف يعني، أكيد وهي ممسوكة من ناس شرسين، دول ناس يعني أجارك الله العوذ بالله لما يمسكوا واحد ومسكنها عشان تبقى الطعم. هي الست اعتبرت نفسها 100% هتموت رجما، وبعدين الرب ازاي يطلعها براء؟ ازاي؟ ادي واحدة من ضمن احداث عجيبة رائعة عملها المسيح، بس ما كانش ينفع انها تتعمل دي، انه يطلقها براء وبس. طيب هما ما قدروش يرجموها لانهم عملوا خطية. طب ما يا رب انت ما عملتش خطية، فلماذا لا تطبق انت الناموس، ناموس الله؟ مش مفروض انك تطبقه اذا كنت انت يهودي تقي؟ قال من هطبقه بس بطريقه تانيه لا تخطر لا للناس على بال. عندما انحني المره التانيه، وعندما اقول لله اللي عملوه دول الزنات والخائنين والاشرار احسبوا علي، انا مستعد ان اوفي. ولما كان على الصليب كتب قصه اروع من التي كتبها عندما كان يتجول بين الناس. قصة الحب العجيب، قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب. إذن المسيح وهو بيتجول بين الناس قال لنا جانب من القصة، الرحمة. هو ده بتاع الرحمة، هو ده بتاع الرحمة. صح، اذهبي يا ست أنا مش هدينك، بس لا تخطئي أيضا لأنه رحمة وحق. لكن لما راح إلى الصليب العقوبة هتتنفذ، بس مش هتتنفذ على أمثالي وأمثالك وأمثال المشاهد إذا كان احتمى في المسيح، لكن هتتنفذت على المسيح، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. دي القصة على فكرة، دي مش قصة المرأة الزانية وحدها، ليس قصة باراباس الذي أطلق حراً وانت اتمسكت والمسيح اتمسك، لكن دي قصتك انت، قصتي انا. انا كنت استحق الرجم 100%، انا كنت استحق الصليب 100%، لكن ربنا شال عني الدينونة، شال عني الغضب، احتمل الغضب نيابة عني وعنك ان امنت بالمسيح، وإلا فالغضب باقي عليك. بكتتهم ضمائرهم، ودي حاجة كويسة ان الواحد يشعر بخطأ، يشعر بخطأ. بس الفكرة اخي عادل، عايز اسألك سؤال، بعد ما بكتتهم ضمائرهم هل تصرفوا التصرف السليم؟ في الحقيقة انا عايز اقول ان ضمائرهم بكتتهم مش بس علشان الكلام المكتوب، لكن علشان العبارة اللي المسيح قالها: من منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر. الكتاب واضح لما بيقول سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم، فإن أراد أحد منهم أن يدعي أنه بلا خطية الدليل موجود، خطاياه مكتوبة على الأرض. لكن الشيء العجيب أن بعد ما كشفت خطاياهم وحالتهم أخذوا بعضهم وخرجوا من حضرة المسيح مبتدئين من الشيوخ إلى الأقل سن، الشيوخ الذين عاشوا فترة طويلة وبناء على ذلك قد تكون خطاياهم أكثر من غيرهم الذين هم أقل سن. وهذا التصرف تصرف غير سليم بالمرة. كان المفروض عندما تنكشف خطاياهم وحقيقتهم يرتمون على المسيح طالبين الرحمة، يعملوا مش أقل من اللي عمله العشار لما قال له: اللهم ارحمني أنا الخاطي. كان بالتأكيد هيلاقوا رحمة ربنا في صفهم، كانوا هيستمتعوا بالغفران، لكن في الحقيقة مش هربوا إليه لكن هربوا منه. لكن عايز أقول إن في يوم قريب جاي هيهرب الخاطي من المسيح، هيروح فين؟ يوم ما يقف الأموات صغاراً وكباراً أمام العرش العظيم الأبيض وتفتح أسفار خطاياهم، هيروح فين الخاطي من وجه الديان؟ علشان كده الكتاب يقول عبارة خطيرة جداً: من يكتم خطاياه
لا ينجح، ولكن من يقر بها ويتركها يرحم. لذا أدعو المشاهد العزيز ألا يكتم خطاياه. إن كان هذا البرنامج استخدمه الرب أن يكشف حالتك، أدعوك أنك مش تهرب بعيد عن الرب، لكن تجري إليه تحتمي تائبا معترفا بخطاياك. يعني مشهد بقى مش عارف، يعني كل مرة أراد يعني تقريبا أحس بإني عايز أدمع دموع التأثير والتأثر. الديان اللي من حقه إنه يدين واقف بيقول لها أين هم المشتكون عليك، ده كلام محامي تمام، ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. الحتة دي محتاجة يعني قبل ما نطلع الفاصل نكون سيبنا حاجة مع المشاهد العزيز عنها. أنا كثير كل مرة الجزء ده يعني أحب أسرح بخيالي مع الحدث، أتخيل الحدث يعني، ولو في كاميرا تصور المنظر أنه جمع حاشد واقف كل واحد جاهز أنه بحجر في إيده عشان يرجم ينفذ الحكم. فجأة عندما نطق العليم بآراء القلوب وصف خطاياهم أمام أعينهم وكل واحد شاف خطيته، يقول لنا الكتاب المشهد لو نشوفه كده كأنه فيلم سينمائي، بدأوا ينصرفوا، وقال لنا الكتاب من الكبير من الشيخ للصغير. ويمكن لأنه الكبير قيمته أطول من الصغير بعدد سنية حياته، قد اقترف ذنوبا كثيرة فلقى التهم كثيرة، وهكذا اللي بعده واللي بعده، ولا واحد وقف، ولا واحد وقف، لأن ما فيش ولا واحد فيهم ما عندهوش خطية، الكل ينصرف. وسمعت حاجة جميلة كان حد قالها، قال إنه وحوش بشرية في صورة بشر كانت تحيط بالمرأة، فجأة وجدت نفسها أمام الله في صورة إنسان. كانت محاطة بذئاب في صورة بشر، وجدت نفسها أمام النعمة في صورة الإنسان، وجدت نفسها أمام المخلص اللي له حق وحده إن هو يدين لأنه ما فيهوش خطية. لكن قال لها الكلمة الجميلة، أين هم المشتكون عليك؟ انصرفوا، دخلوا نفسهم في قفص الاتهام، ولا واحد فيهم يقدر يقول أنا بريء. لكن الرب اللي ليه حق إنه يرجم قال لها ولا أنا أديني. الرب هنا مش علشان بيطبطب على الخطية حاشا، لكن كشف خطيتها. كشف خطيتها لما بيقولها اذهبي ولا تخطئي، هي خاطئة، هيقول لها فيما بعد لا تخطئي. لكن الرب هنا عايز يقول قد سقطت الدعوة. ليه سقطت الدعوة؟ الناموس يدين لما يكون فيه شهود ولما يكون فيه مدعين. بانصراف هؤلاء الأشخاص لا في شهود ولا في مدعين، لكن أنا لا لي سلطان إن أنا أغفر، لأن رب الناموس قلت لك ولا أنا أدينك، اذهبي من هذه اللحظة ولا تخطئي. يمكن الكلمة ديت مختلفة شوية عن اللي قيلت للمرأة في يوحنا في لوقا 7 لما قالها اذهبي بسلام. خدت غفران الخطايا لأن هي اللي جت وهي اللي طلبت وهي اللي قابلت منه، لكن هنا الرب عمل معاه كانوا بيعرض عليها الغفران كهدية، وانت اللي ليك الحق انك تختاري او انك انت تكملي في حياتك القديمة. لكن اعتقد ان الست دي بعد اللي شافته من رجل النعمة لا ترجع ثانية الى الخطية. صديقي الرب اللي انحنى من اجلك، الديان اللي هيدين الارض كلها، النهاردة بيمد ايده ليك عشان يكون المحامي بتاعك ويطلع قضيتك براءة 100% قدام العدل وقدام الناس، وتمضي بسلام ولا تخطئ أيضا، لأنه هيديك طبيعة جديدة لن تخطئ أيضا. بتمنى من قلبي إن هذا الكلام يترك صدى حقيقي في قلبك. أنا هو. تميز إنجيل يوحنا باستعمال هذا التعبير الذي يشير للاهوت المسيح، فالتعبير أنا هو الترجمة اليونانية لاسم الله. فلقد أعلن الله عن نفسه في العهد القديم باسم يهوى، والذي ترجم إلى اليونانية إيجو إيمي، والتي تعني أنا الكائن، أي الواجب الوجود في الماضي والحاضر والمستقبل. ولذا أعطانا الرب يسوع بقوله أنا هو أوضح التأكيدات والبراهين على ألوهيته. وفي كل مرة قال المسيح هذه العبارة أعلن عن حقيقة شخصه كالله المتجسد، فنسمعه قائلا أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا.
أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وحينما واجه المسيح الأعداء لما أتوا للقبض عليه قال لهم أنا هو، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. ولعل القول الأخير يرينا بطريقة عملية قوة ومدلول التعبير أنا هو. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال له وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلم. واحد من الإعلانات الجميلة جدا اللي نحب نفهمها عشان نستمتع بيها. خلي أنا بعتبر برضو إنجيل يوحنا إنجيل أنا هو، وكله ده متمشي مع غرض الإنجيل، إعلان من هو شخص المسيح. المسيح هو الله بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بس ناخد بالنا من أن الإعلان ده كان ليه ارتباط بالكلام السابق، بالحادثة اللي حصلت دي اللي احنا كنا بنسمع عنها. نعرف من فين أن الكلام مرتبط ببعضيه؟ من الحرفين اللي في بداية العدد ثم، يعني كأني بيستمر ويستطرد في الحديث. ثم قال لهم أنا هو نور العالم. لما الرب أعلن هذا الحق أو كلمهم قائلا أنا هو نور العالم، أعتقد بالارتباط بالكلام اللي فات هو ده الشخص الوحيد اللي استطاع أن يكشف حال هؤلاء الناس في محضره. ومش أي واحد يقدر يقول الكلام ده. احنا بسهولة ممكن نخبي على بعض، انا ممكن ابقى جنب الاخ عياد ولا هو يعرف ايه اللي فيا ولا نعرف اللي فيه، لكن مفيش حاجة تستخبى على الشخص العظيم ده اللي يكشف كل شيء، اللي كل شيء مكشوف وعريان لي، اللي يعرف ما في داخل القلب. هو ده الشخص الوحيد اللي مفيش حاجة تستخبى عليه. ممكن الناس في غباء يتهيألوا إن هو مدام يعني يستخبى في حتة ضلمة محدش يعرف هو عمل إيه، الناس بتعرفش هو عمل إيه، لكن الرب العظيم يرى في الظلمة كما يرى في النور. مفيش حاجة، حتى الأفكار، مزمور 139 يقول له الكاتب فهمت فكري من بعيد، فهو النور الذي يكشف. لكن كمان ما ننساش بالنسبة لنا كمؤمنين هو النور اللي بيهدينا، اللي يتبعني فلا يمشي في ظلمة هذا العالم. العالم مليان بالظلمة الأدبية والجهل وعدم المعرفة، لكن اللي يتبع المسيح، طبعا اللي يتبع المسيح هنا مش زي التبعية بتاعت التلاميذ اللي كنا بنسمع عنهم في أصح سابق، لكن اللي يتبعه تبعية حقيقية بالإيمان بشخصه والتعرف عليه، لما يؤمن به ويتبعه لا يمكن أن يمشي في الظلمة. جميل جدا. أخ يوسف، عندي سؤال في عدد 14 لما قالوا أنت بتشهد لنفسك، قال لهم وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق. لماذا المسيح وحده اللي من حقه لما يشهد لنفسه أن احنا نقول أن الشهادة دي حق؟ قالها بعد كده بيقول فشهادتي حق لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. برضو يمكن الكلام شوية مش واضح، أنتم مش عارفين أنا مين ومصدري إيه،
وحقيقتي ايه؟ انتوا مش عارفين. انا عارف انا مين وعارف انا جاي منين، انا عارف حقيقة لاهوتي. يوضحها الآية 16: وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. قالوا له شهادتك مش حق لأنك أنت بتشهد لنفسك. قال لهم لا، أنا مش لوحدي، أنا والآب الذي أرسلني. يبقى إذا نظرا لاتحاد لاهوته أقنوم الابن مع أقنوم الآب، فشهادة أقنوم الابن شهادة حق، لأنه هو والأب، هو الله الذي ظهر في الجسد. هل لما يجي الله ويقول أقول له جيب واحد تاني شاهد معاك؟ هو الله الابن والآب، وعشان كده شهادته حق. الهيكل. الهيكل في اللغة معناها البيت العظيم، وهو مكان لعبادة الله عند اليهود. جعل داود في قلبه أن يبني بيتاً للرب، فجمع الأموال والأدوات والمواد اللازمة لبنائه. وقد وعد الرب داود بأن يكون البناء في عهد ابنه سليمان، والذي بالفعل بدأ البناء في السنة الرابعة من حكمه في القرن العاشر قبل الميلاد، واستغرق العمل 7 سنوات و6 أشهر. ارتفع بناء الهيكل فوق جبل المورية في القدس بناءً شاهقاً فخماً جداً في كل تفصيلاته، معروفاً بأنه المكان الذي اختار الرب أن يحل اسمه فيه. وقد قدر الملوك الأتقياء الهيكل واهتموا به، بينما لم يكن الحال كذلك مع غير الأتقياء. وبعد حوالي 400 سنة من بنائه، أحرق هيكل سليمان في أيام صدقية ابن يوشيا إبان السبي البابلي، ثم أعيد بناؤه بعد عودة اليهود بسماح من كورش الملك في أيام زربابل الوالي اليهودي. وكان هذا الهيكل أضخم من الأول، ولكنه أقل فخامة، وتم بناؤه حوالي سنة 520 قبل الميلاد. تداعى هيكل زربابل وصار في حال لم يعجب هيرودس الذي كان يهتم كثيراً بالمظاهر، فقام بترميم الهيكل من جديد. وقد بدأ العمل سنة 20 قبل الميلاد، واستغرق وقتاً طويلاً، وفي زمن المسيح أصبح الهيكل مزيناً من خارج، إلا أنه خلى من مظاهر التقوى وتقدير الرب فيه، حتى تحول إلى بيت تجارة، بل وإلى مغارة لصوص على حد تعبير الرب نفسه. ونظراً لرفض الشعب للمسيح وتتميماً لنبوته على الهيكل، ففي سنة 70 وعلى يد تيتوس الروماني هدم الجنود الرومان الهيكل تماماً، رغم رغبة تيتوس نفسه بالحفاظ عليه. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحداً. وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وأيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. فقالوا له: أين هو أبوك؟ أجاب يسوع: لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فضل عندنا الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة نتكلم فيه في الأعداد من 15 إلى 20. عدد 15 أخي يوسف بيقول حاجتين عايز أفهمهم: أنتم حسب الجسد تدينون، يعني إيه؟ وبعدين يقول أما أنا فلست أدين أحدا، برضو إزاي؟ أنتم حسب الجسد تدينون، يعني نظرتكم سطحية، لا تروا إلا الظاهر. بتفكرنا بالكلام اللي قاله صموئيل، اللي قاله الرب لصموئيل عندما قال له: الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. أنتم بتحكموا حسب الظاهر، شايفيني راجل بسيط جاي من الجليل، ف
فبتعتبروني أنا مجرد راجل من الجليل، أنتم حسب الجسد تدينون. بعدين يقارن مع نفسه يقول أما أنا فلست أدين أحدا. وأعتقد هنا الإشارة إلى ما حدث أمام أعينهم للتو عندما أمسكت امرأة في ذات الفعل وجعلها تمضي من قدامه دون أن تصاب بخدش. كيف؟ أهو ده أنا مش جاي أدين، أنا جاي لكي أخلص وسأدفع أنا الغرامة اللي كانت مفروض الست تدفعها، أنا اللي سأقوم بالدفع نيابة عنها. يعني ده بعلاقته بوجوده في الأرض ولحد النهاردة. تمام. لكن مش مع أنه مش حيدين خالص. لا 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 لا، هو قال صراحة إن هو الحيدين، أعطى كل الدينونة للابن. للابن كل الدينونة، لكن بيقول إن إرساليته دلوقتي بالزبط. مش إرسالية دينونة. يا بخت مشاهدي العزيز، لأنك لسه في زمان النعمة اللي المسيح فيه مش بيدين، ده بيشيل الخطية عنك إذا جيت لي. لكن خلي بالك إنه هيجي يوم إذا ما كنتش احتميت في دم المسيح وهو اللي هيدين، تخيل اللي عرض عليك إنه يكون المحامي بتاعك يتحول للقاضي، هتروح منه فين ساعتها أمام الديان؟ أخ عادل هنا بيستخدم اقتباس من ناموس بيقول إن شهادة رجلين حق، ما مدى انطباقها على القرينة هنا الكلام اللي بيقوله الرب؟ لاحظ قبل الكلام ده على طول يا أخ عصام في نفس الآية يقول وأيضا في ناموسكم، ما يقولش الرب وأيضا في ناموسنا، في فرق كبير. ليه الرب مضمش نفسه إليهم؟ قال ناموسكم ما قالش ناموسنا، لأن نظرته للناموس تختلف عن نظرتهم للناموس. هو يقدر الناموس على اعتبار أنه كلمة الله، أما هم فينظرون للناموس بحثاً عن الحجج التي يرفضون من خلالها المسيح وينصبون له فخاخ. علشان كده يقول لهم مش ناموسنا لكن ناموسكم، بالضبط زي ما حصل تشويه في تعاملهم مع الناموس حصل أيضاً تشويه في تعاملهم مع الهيكل، فأضحى الهيكل بيت الله بيت تجارة. علشان كده الرب يقول لهم التعبير الشهير بيتكم مش بيتي، بيتكم يترك لكم خرابا. لكن نرجع بقى للكلام اللي قاله الرب وأيضا في ناموسكم مكتوب. الكلام ده جه فين؟ الكلام ده جه في سفر التثنية الأصحاح 17 والآية 6، نقراها مع بعض. يقول على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. إذن هذا يوضح أن علشان تقوم شهادة وتكون هذه الشهادة يعترف بها قانونيا لابد على الأقل أن تقوم على فم شاهدين. هنا احنا عندنا مش شاهد واحد لكن عندنا شاهدين، مش شهادة رجلين لكن شهادة شخصين عظيمين، شهادة الابن من ناحية وشهادة الأب من ناحية أخرى. لكن مع أن الأب شهد للمسيح ومع أن المسيح شهد لنفسه، لكن لا ابنه شهادة الابن ولا ابنه شهادة الأب. كان هناك مزيد من الأدلة، لكن المشكلة مش في الأدلة، المشكلة في القلب القاسي. تمام. ختام الجزء ده أخ عياد بيقول لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. يعني في تعليق بسيط علشان زمن الحلقة، اللي احنا شايفينه من يوحنا واحد لغاية دلوقتي إنه المسيح يتكلم عن نفسه كالابن ويتكلم عن الله كالاب، وعايز يقول إنه أنا الابن الذي اللي سجل عني يوحنا واحد الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. النظرة اليهودية للمسيح إلى هذه اللحظة لا تتعدى كونه أنه إنسان الناصرة، نجار الناصرة، مش شايفين فيه أكتر من كده، حد جليلي، حد من الناصرة، حد يدعي أنه هو ليه حظوة إلهية، فشايفينه مدعي، مرة يقولوا عليه نجار، مرة يقولوا عليه ابن النجار. عايز يقول لهم الرب أن أنتوا مش هتعرفوا الله كالآب غير لما تعرفوني أنا كالابن، لأن أنا الابن المعبر عن الله ببساطة، لأن الآب لا يعرف إلا من خلال الابن. ويمكن ده ببساطة أحب أقوله برضو لكل واحد يدعي إن له علاقة مع الله، كل واحد يدعي إن له اتصال بالله وعايز يوصل الله. مش هتوصل لله أيها المشاهد الكريم ولا تعرف الله إلا من خلال قبولك للمسيح باعتباره الابن. ومعنى الابن يعني المعبر عن الله، المعادل لله، المعلن لله. تعرفه كالمعلم مش هينفعك، تعرفه كنبي عظيم فقط مش هينفعك، تعرفه كرسول من عند الله فقط مش هينفعك، اعرفه كالابن، قبله الابن لألا يغضب. إذا قبلته كالابن ستعرف الله كالاب.
ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إلا بي. عزيزي المشاهد، قال واحد من الشعراء: في الليلة الليلاء يفتقد البدر. وفي حلقة الظلام اللي احنا عايشين فيه اللي بيخشى هذا العالم، أنا مش بقول لك في بدر أنت بتدور عليه، لا، ده نور العالم بينده عليك عشان لا تمشي في الظلمة، بل تكون لك، يكون لك نور الحياة. فهل تقبل المسيح فتحيا في النور هنا وتنتقل إلى بيت النور في النهاية؟ رب يديك نعمة أنك تاخد قرار سليم في هذا الصدد. ضيوفنا الأعزاء، بشكركم على وجودكم معنا في الحلقة. أعزائنا المشاهدين، مرة تاني بستودعكم في إيدين القدير اللي قادر أنه يحفظكم، لحد ما نلتقي إن شاء الرب وعشنا في حلقة جديدة من فاحصين الكتب.